افعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء وضب نفسا إذا حكم القضاء ولا تسعى لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم دع الأيام. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. لا نزال في رحاب هذا البيت النفيس وما يحمل من معاني وإشارات ودلالات، فبعد الحديث عن التسليم لله تبارك وتعالى وفوائده وعوائده وثماره، التسليم لله وطيب النفس الذي يثمره والجمال الذي يحييه في الباطن مع القيام بالأسباب ومع المشاركة في الحياة، يعني الزهد والمشاركة في الحياة والتسليم لله وجمال الباطن، كل هذا يجب أن يكون في فضاء حسن الظن بالله. أن تعيش حال التسليم لله وتعيش حال المشاركة في الحياة والقيام بالواجبات، وأن تكون عند حسن ظن من يعاشرك ومن يصاحبك، وأن تكون صاحب مسؤولية، وأن تسلم لله تعالى أمورك بحسن الظن فيه، بمعنى أن تسليمك هذا لا يكون تسليم المنهزم الفاشل تدع الأيام وتسلم لله لأنك لم تجد من الأيام ما تريد. لا، أنت وإن نجحت وإن تألقت وإن تفوقت فأنت دائما تسلم أمورك لله، فهو تسليم المتفائل، تسليم المستبشر، تسليم المبتهج، تسليم مع الاستبشار بالخير، مع استشراف الخير والنور والمدد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو حسن الظن، أن تسلم أمورك لله وتقوم بواجباتك وأنت تحسن الظن أن الله تعالى الكريم، ما يكون من الكريم إلا الكرم. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني. تعيش بهذه الطاقة من حسن الظن مع الاستبشار، حسن الظن في الله تعالى، وأنت تسلم أمورك لا انهزاما ولا فشلا ولا انعزالا ولا اعتزالا للحياة، وإنما بإقبال على الله بنظرة صافية. هذه النظرة التي نتحدث عنها، النظرة التي تحدثنا عن صفائها وجمالها، إذا أقبلت على الحياة وعلى معنى التسليم بهذه النظرة الإيجابية، تستمد الإيجابية من كل ما تراه ومن كل ما تنظر إليه ومن كل ما تتعامل معه وكل من تعامله. من نظر الأشياء بعين التعظيم استمد منها وكان عند الله عظيما، ومن نظر الأشياء بعين التحقير استمدت منه وكان عند الله حقيرا. فكيف هي نظرتك؟ هل هي نظرة الإيجابية؟ وهذه النظرة الإيجابية مستمدة من حسن الظن بالله. إذن التسليم لله مع حسن الظن بالله، تسلم أمورك وأنت تعلم أن الكريم سبحانه سيختار لك الأرقى والأنقى والأبقى والأعلى، خصوصا حينما يمتحنك الله تبارك وتعالى، حينما يمتحن عبده الذي سلم له الأمور والذي صف نظرته والذي حرك الله في باطنه معنى البصيرة والذي يقوم بواجباته وينهض إلى مسؤولياته، ثم يمتحنه الله ويبتليه بشيء من التعسير، بشيء من الشدة، بمحن، فهل يقول أين ثمرة التسليم الذي سلمت لله تعالى؟ أين ثمرة قيامي بالأسباب كما أمرني الله تعالى؟ حسن الظن أن الله تعالى إنما عسر عليك ما ليس في مصلحتك. الأكابر والأماجد والأفاضل والعارفون يفرحون بالتعسير كما يفرحون بالتيسير، بل منهم من يفرح بالتعسير أكثر من التيسير.
لماذا؟ لأنهم أولا في دعائهم، وهذا الذي ربما يغفل عنه الكثير من الناس، أن الناس كل الناس إنما يطلبون من الله التيسير، وينسون أن هذا المعنى، أن العارفين يطلبون من الله التيسير والتعسير، فيقولون يا رب يسر لنا وعسر. كيف يسر وعسر؟ يا رب يسر لنا طاعتك وعسر علينا معصيتك. حتى وإن أقبلنا على أمر فيه غضب الله، فيه سخط الله، يا رب يسره، فإن نفسي ضعيفة وجهلي قد يؤدي بي إلى ذلك، فيا رب يسر لي ما فيه طاعتك وعسر علي ما فيه معصيتك. إذن هم يطلبون التيسير والتعسير أولا، ويفرحون بالتعسير أكثر من التيسير. لماذا؟ يقولون حينما أطلب الأمر وأطلب تيسيره فأنا أطلب أمرا أرى فيه مصلحتي، هذا اختياري، لكن حينما يأتي التعسير من الله فهذا اختيار الله، وشتان بين اختياري واختيار الله. هل أقارن اختياري مع اختيار الله الكريم الجليل الهادي الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هكذا حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن نريد أن نخرج من هذا البيت بعبر وعظات، وأن نلخص هذه المعاني: التسليم لله مع طيب النفس والقيام للأسباب، وأنت في كل ذلك تحسن الظن بالله. القصد من كل ذلك ماذا؟ أن تبقى مع الله، أن تبقى في صلة بالله، صلة تعرف على الله، في منعك، في عطائك، في جلالك، في جمالك، في القبض، في البسط، في كل الأحوال أن تبقى في حال التعرف على الله والصلة بالله. وهذا ما لخصه ابن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه حينما قال في حكمه: متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف عليك ومقبل بوجود لطفه عليك. هذا جمال ما بعده جمال. متى ما أعطاك أشهدك بره، حال من حالات الجمال والأنس والعطاء من الله تبارك وتعالى، ومتى منعك أشهدك قهره. إذن هناك شهود قهر الله، شهود جلال الله تبارك وتعالى. إذن هو في هذه الحالة وفي تلك الحالة متعرف عليك ومقبل بوجود لطفه عليك، فهو إما أن يقبل عليك بجلال أو جمال. إذن هناك إقبال من الله عليك، هناك جسر، سواء كان جسر جلال أو جمال، المهم أنه امتد بين قلبك وبين ربك جسر، وهذا هو المطلوب عند أهل الله، وبذلك يعيشون الجمال في الجلال ويعيشون الجلال في الجمال، لأن الأمر ارتقى فوق هذه المعاني وارتبط بالله تبارك وتعالى. فالمهم أن تكون مع الله منعا أو عطاء على جسر الجلال أو الجمال. إنما يقول ابن عطاء الله: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. حتى هذا المنع الذي هو جلال وشدة كما نراها، إنها ارتباط بالله فهي خير. هذا المنع إن فهمت عن الله فيه وجدته عين العطاء، ووجدت هذا الجلال جمال، وجدت العسر يسرا، ووجدت القبض بسطا، لأنه ربطك بالله، وكل ما ربطك بالله ودفعك إلى الله فهو خير في خير في خير. المهم أن تكون مع الله، فدع الأيام وافهم عن الله، ارتبط بالله سبحانه جل في علاه، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام واتصل بالله الملك العلام، وصل على حبيبك المصطفى بدر التمام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. دع الأيام.